السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ فرح. النهارده هنعمل وصفه حلوه كده وجميله وريت تعجبكم. هنعمل بيكاتا بالمشروم. هي سهله وان شاء الله مش هتاخد منكم مجهود وهتبقى خفيفه والولاد هيحبوها. تعالوا معانا ونشوف هنعملها ازاي. صينيه هنحطها على النار، هنحط فيها معلقه زبده وحبه زيت ذره صغيرين، وهنستنى لما تيجي تسيح. نقلب فيها شويه بس كده، اول ما تبتدي تسيح كده هنبتدي نحط ايه اللحمه بتاعتنا واحده واحده. مش هنقلبها الا لما نحس ان هي ابتدت لونها يتغير. ماشي، هنبتدي نقلبها. اول ما تبتدي تغير لونها ابتدي اقلبها كده. بس هنفضل نقلب فيها لحد ما نحس ان هي كلها ايه لونها اتغير ودخلت في السوا. هوسع لنفسي كده واحط باقي الكميه اللي عندي كده اهو كده، ودي اهي. هنفضل نقلبها ايه شمال ويمين كده عشان كلها تتشمع كويس قوي من النار كده. فضلنا نقلب فيها لما اديتنا درجه التحمير دي اللي انتوا شايفينها دي، انا عايزاها كلها تبقى بالدرجه دهي. شايفين زي ما انت شايفه كده اهي. ماشي، ومكان نفس التحمير بتاع اللحمه هبتدي احط ايه البصلايه بتاعتي، بصلايه صغيره اهي مخرطاها حتت صغيره، وديها تقلب فين كده. في مكان الصوص بتاع تحمير اللحم معاها فصين ثوم صغيرين برضو، اثنين ثلاثة بالكتير قوي. انت عايزة بس حاجة تديك ريحة مش اكتر. ماشي، نفضل نقلب. كده البصله بس اديناها تقلبتين ثلاثه، انا مش عايزه البصله تتحمر. ماشي، وهنزل بعد كده عليها بالمشروم، وبرده المشروم تقلبتين اثنين ثلاثه بالكثير بس، دي يعني ايه يشرب من السمنه ويشرب من البصله والثوم. كده حبيبي بدنا نقلب فيها لحد ما المشروم عمل معايا. هاجي بقى على جنب كده وهركن المشروم نفس الصينيه عشان ما نوسخش كذا حاجه، نفس الصينيه، وهجيب معلقه دقيق واحده. ماشي، بس هنحط حبه كده يا حبايبي الدرجه اللي انا عايزاها، وكده المشروم حلو قوي. هبتدي بقى اركنه على جنب واجيب حته زبده، سمنه، زيت اللي عندك. انا عندي سمنه بلدي، هاخد حته زبده صغيره وابتدي احطها فيه الاول. لوحدها ماشي، والمشروم على جنب لوحده بس ابتدت تسيح. اجيب عندي معلقه الدقيق واحطها تقلبتين اتنين بس كده لونه يتغير مع السمنه. كده اهو بدنا نقلب فيها، هي تقلبتين اتنين تلاته بس ايه لونه يبتدي يتغير. وبعد كده هنزل عندي بالكريمه. بس كده مش عايزه اكتر من كده.
هبتدي اقلب بقى. تيجي انزل بشويه شوربه صغيرين لو عندك، حبه لبن اللي انت عايزاه. انت احتاجتي كريمه تاني حطي، لو حسيتي ان دي كتير شويه او الكريمه قليله. انا اهو انا شايفه كده، هي انا هحط حبه كريمه تاني صغيرين. انا حطيت حبه وادي حبه تاني اهو، بس عشان تديني ايه اللي انا القوام اللي انا عايزاه. ماشي، بس تغلي شويه مع بعضها كده. احنا كده ضفنا تقريبا حوالي كوبايتين كريم. ماشي كده، ابتدي بقى احط ملح وفلفل بتاعي عشان اظبطه. بس هتبتدي تغلي كده، وابتدي ارجع اللحمه بتاعتي تاني. ماشي كده حلو قوي، واحده واحده كده. بس هسيبها تغلي، بس هي غلوة واحدة مش عايزة اكتر من كده. نقلبها في الصوص كده عشان انا عايزة تشرب كلها منها اهو. بس كده حلو قوي بقى، وده شكل سفرتي النهارده اللي هقدمها لاولادي. ان شاء الله تعجبكم وينال اعجابكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في الاشتراك وفي اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبالف هنا وشفا، ان شاء الله ربنا يسهل وتعجبكم وتنال اعجابكم. مع السلامه.